شاركينا عن تجربة التمثيل، كيف حصلت على الدور وما هو؟ أول تجربة تمثيل لإلي كانت بيوج أمي، للي ما بيعرف أمي ممثلة بلبنان، ومثلت أنا وياها بكون بنتها بالمسلسل، وكان مسلسل نشر توعية حول مارادونا الثدي. وكيف تم اختياري للدور؟ أنا إلي فترة كتير زمان من أنا وصغيرة بحب مثيل، بس كنت ناطرة فرصة تكون خفيفة ونظيفة وبتفيد الناس، واستغلت هيدا الفرصة، وهيك إذا بدكم اكتشفت حالي بعالم التمثيل وكتير حبيت هيدا الشيء، وإن الله راد في بعد مشاريع أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. أنا رحت بلا ما أتمرن مع أمي، رحت حافظة نص معها، قرينا مرة النص سوا، بس لا أمي ولا بي، لأنه بي كمان بيمثل، ما حدا منهم قال لي اعملي هيك ما تعملي هيك اعملي هيك ما تعملي هيك. هن تفاجئوا فيي أنا وعسات، خاصة ماما قالت لي هالشي بس بعد فترة، يعني قالت لي ما توقعت تكون عارفة قصص تكنيكال وتفاصيل وهيك، شفتك بتعرفيها. وأنا كيف بأي نفسي، أنا دايما بقيم نفسي، أنا دايما بلاقي لازم حسن، في عمل أحسن، في عمل أحسن، وبفتكر الواحد لازم يخلي هيدا النفسية، أكيد ما يكون قاسى على حاله، بس دايما يحسن. أنا بالنسبة للتجربة الأولى بدي كتير شغل، بس حاسة في بوتنشل حلو. ما في أسوأ وأجمل، النقد الحلو كان حلو، يعني compliments أما قصص حلو الواحد فيه يسمعه، وكلنا بنحب نسمع قصص حلوة عن حالنا. كان عندي كم انتقاد من أختي، أكتر شيء أختي أكتر شيء بتحب هيك تنتقدني، لأنه بتحب تعمل نقد بناء فعملت هيدا الشيء معي، بس حطتني ملاحظة على صوتي ولقيت معها حق، وعم بشتغل على هيدا الموضوع. كممثلة أجنبية تحبين تمثيل معها؟ ميريل ستريب. ممثلة عربية تحبين تمثيل معها؟ سيرين عبد النور. ممثل عربي تحبين تمثيل معه؟ تيم حسن. ممثل أجنبي تحبين تمثيل معه؟ جيمي لورنتو، I guess هيك اسمه، جيمي لورنتو، he's Spanish.